مرحب بكم مجددا، وبنبدأ معكم فقرة حوارية جديدة في هذا الصباح. وزي ما احنا شفنا في النقاط السابقة، الحديث يدور عن الأعمال الدرامية التاريخية والدينية وتراجعها مقابل الأعمال الدرامية الاجتماعية. للأسف الشديد هذا الأمر يعني لاحظناه في السنوات الأخيرة، على الرغم من وجود أعمال فنية تاريخية ودينية متميزة مصرية كانت في السنوات الماضية، لكن تراجعت هذه الأعمال ولم تظهر لسنوات متكررة، خاصة في شهر رمضان الكريم. يعني هناك تركيز في الحقيقة فقط على الأعمال الاجتماعية. هناك من يرجع هذا الأمر بالطبع إلى يعني سعي الشركات المنتجة للحصول على الربح، بالنسبة كمان للتكاليف الكبيرة للأعمال الدينية والتاريخية، وبالتالي هناك اتجاه أيضا لمثل هذه الأعمال الاجتماعية في هذه الأونة، بالإضافة إلى المنافسة للدراما المصرية من سواء الدراما السورية، الدراما التركية، الدراما الهندية وغير ذلك من الأعمال الفنية الأخرى التي بدأت تنافس الدراما المصرية، وأثرت في الحقيقة في الفترة الأخيرة على الدراما المصرية بشكل كبير. كيف نحيي هذا الأمر؟ كيف تعود الدراما المصرية الدينية التاريخية إلى سابق عهدها وتكون هناك أعمال جديدة؟ يعني خاصة وأن التاريخ الديني والتاريخ يعني هناك يعني حضارة تاريخية موجودة يمكن من خلالها استقاء الكثير من الأعمال وإنتاجها بشكل كبير، ويمكن أن تحقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع. كيف يمكن تحقيق هذا الأمر؟ كل هذه النقاط وغيرها بالطبع سنناقشها مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة، الأستاذ كمال القاضي الناقد الفني. برحب بحضرتك أستاذ كمال. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. لماذا تراجعت إذن الأعمال التاريخية والدينية في الدراما المصرية؟ والله هي الشماعة اللي بيتم دائما التعليق هذه المشكلة عليها هي الانتاج، تكلفة الانتاجية. وانا شايف ان التكلفة الانتاجية في اعمال اجتماعية بتتعمل كل سنة ربما تكون مساوية او يعني اقل قليلا من التكلفة التاريخية المزعومة. فمسألة التكلفة ديت يعني ما هياش السبب الرئيسي من وجهة نظري، هناك اعتبارات اخرى، هناك يعني مخاوف من سوق التوزيع بالقاف، فيه يعني المنتج يستسهل الاعمال الاجتماعية على اعتبار انها مضمونة للربح، في حين ان الاعمال التاريخيه هو يعني الرهان عليها يعني بيبقى ربما يكون ضعيف من وجهه نظره. طب ليه يا استاذ كمال؟ يعني ما احنا شفنا اعمال دراميه ودينيه وتاريخيه كانت محققه نجاح كبير جدا، وكان لها سوق كبير جدا موجود سواء داخل مصر سواء يعني خارج مصر في السنوات الماضيه. يعني طب يعني الفكره دي برضو ممكن تكون الى حد ما يعني لا تجدي نفعا في هذه الاونه، او ما فيش حد عايز يحاول فبيستسهل مثلا، ولا ايه الفكره بالظبط؟ هو لما تقول لحد كده يقول لك لا، اصل كان الاول كان ليها سياق، السياق التاريخي كان يحتم انك يعني تنتج افلام تاريخيه وافلام دينيه، ولانه المرحله ونوعيه الكتاب ونوعيه المخرجين والجو العام يشجع ويعني يحمس على مثل هذه الاعمال. اما دلوقتي في ظل المنافسه الشديده جدا بيننا وبين القنوات الخاصه، وبيننا وبين دول تانية دخلت هذا مضمار الانتاج، فبقى من السهل على المنتج المصري انه يختار الموضوع اللي هو يعني يتكيف مع الوضع العام ويضمن له نسبة عائد ربحي يعني معقول كبير او متميز. هو ده دي يعني الاسباب، وانا شايفها اسباب غير كافيه واسباب ملفقه، لانه هو لو عنده النيه بشكل حقيقي انه ينتج افلام تاريخيه هيجد الجو مناسب وهيسعى للتسويق، وفيه كتاب كبار وفيه ممثلين كبار وفيه مخرجين مهمين جدا جدا، وبالتالي يعني هذه الدعاوى مدحوضه قبل ان يعني يتم تصديرها. تمام. لو اتكلمنا بقى يعني كمان ده يعني فكره الذوق العام اللي موجود في مصر من الناحيه الفنيه، هل هو يتقبل بالفعل هذه الاعمال الفنيه، ولا هو ايضا بيبحث عن مثل هذه الاعمال الاجتماعيه اللي هي ربما ايضا لا تعبر عن الشارع في نهايه المطاف؟ ده صحيح. اولا الذوق العام مرهون بما يعني يطرح له.
يعني فكرة أن الجمهور عايز كده دي فكرة يعني الحقيقة مش دقيقة أبدا، لأن الجمهور رهين الحالة اللي أنت بتخلقها له. يعني لما اتعمل مثلا مسلسل عمر في إحدى القنوات الخاصة لقى استحسان كبير جدا جدا، وكان في عليه إقبال شديد، وكان يعني عدد كبير من النقاد أشادوا به والجمهور أيضا أشاد به. لما اتعمل المسلسل التاريخي بتاع سيدنا يوسف لقى أيضا استحسان وتأييد كبير، رغم أنه كان في هذا الوقت كان في كلام على يعني عدم الجواز، عدم جواز تجسيد شخصية سيدنا يوسف، لكن اتعملت كويس جدا جدا وتم مراجعتها تاريخيا. يعني أذكر أن كان فيه 100 باحث في التاريخ رجعوا هذا السيناريو ورجعوا هذه الحلقات بمنتهى الدقة، وبالتالي خرج المسلسل بالشكل اللائق جدا. فكان المفروض الطبيعي أن مثل هذه الأعمال تشجع على إنتاج الأعمال التاريخية، وعندنا رموز كتير في التاريخ الإسلامي يستحق كل رمز منهم ان يتعمل له مسلسل كبير. يعني احنا وقفنا عند بعض الرموز المعينه، يعني وقفنا عند شخصيه عمرو بن العاص وما كملناش. عملنا مثلا العظماء في الاسلام الخلفاء الراشدين، وانتجتها الفنانه ماجده، دي مجموعه حلقات، وتوقفنا. وعملنا قبل كده من سنه 51 الى الان، لغاية سنة 73 ما تمش إنتاج أفلام جديدة خاصة بالشخصيات التاريخية والإسلامية. وبالتالي دي كارثة، دي كارثة حقيقية في الوقت اللي انت فيه بتنتج مسلسلات يعني بتم الخلاف عليها، يختلف عليها الجمهور ويختلف عليها النقاد، وممكن جدا ما تبقاش يعني تساوي قيمتها الإنتاجية. احنا هنتكلم عند النقطة دي تحديدا، بس كمان استاذ كمان لو بصينا كمان للدراما في الفترة الأخيرة، يمكن الدراما الهندية كمان بتركز على الحاجات التاريخية ولقت قبول داخل الشارع المصري، وكان في إقبال على بعض المسلسلات التاريخية اللي هي بتتناول شخصيات معينة يمكن لديهم، وكان في إقبال كبير. ليه احنا وصلنا لهذه المرحلة؟ أصبحنا نستورد ثقافة غير الثقافة العربية والإسلامية والدينية، ونلجأ إلى ثقافات أخرى موجودة، سواء ايضا البعض ربما في الدراما التركيه ايضا شخصيات اسلاميه سمعنا عنها وتعودنا ونجحت ايضا وكان هناك لها جمهور. لماذا نحن اصبحنا بعيدين كل هذا البعد؟ اليس لدينا الامكانيات الكافيه مثل الدراما الهنديه او الدراما التركيه او الدراما السوريه وغير ذلك من الدراما؟ هي المشكله في الاستسهال. احنا بنستسهل يعني الاستيراد اسهل، ولا القيم والعادات والتقاليد اللي احنا تعودنا عليها اصبحت والله تركيز او توجيه للمجتمع المصري في طريق معين والبعد عن طريق اخر. اللي بيوجه ده هم المتحكمين في الرأسمال الإنتاجي، يعني في مجموعة شركات هي المتحكمة، هي اللي بتوجه الذوق العام. الذوق العام مظلوم، الجمهور مظلوم ظلم مبين في هذه المعادلة، وأصبح يلجأ إلى الدراما الأخرى ويتابعها وتنجح. بدليل أهو، بدليل أن حضرتك بتقول أنه بيتابع الدراما التاريخية الهندية، وكان عندنا مسلسلات مهمة جدا زي مسلسل الطارق اللي عمله الفنان الراحل الكبير ممدوح عبد العليم، يعني لقى استحسان كبير جدا والجمهور قبله بمنتهى الترحاب. فكرة الجمهور وانك تضعه في المعادلة كمعوق أساسي ورئيسي، ده في ظلم كبير للجمهور، وفي ظلم لفكرة الذوق العام. ما تشتغلش على يعني حكاية الذوق العام، الذوق العام انت اللي بتشكله، الذوق العام انت اللي بتصنعه، انت اللي بتخلقه. اذا انت اردت انك تخلق ذوق عام مختلف وجديد ومهتم مثل هذه الأعمال، هتقدر تعمل ده، لأن أنت المتحكم في السوق، أنت المتحكم في رأس المال، ودي كل خيوط اللعبة، كل خيوط اللعبة في إيد المنتجين. فأنا شايف أن رأس المال والمنتجين هم الأصل في هذا الموضوع، لأنه ما عندناش فقر في الكتابات. عندنا كتاب كبار كما أشرت لحضرتك، عندنا مخرجين على أعلى مستوى. يعني مثلا إحنا لما يسرى نصر الله عمل باب الشمس، ده فيلم جزئين مهمين جدا، تقريبا كل جزء ساعة، يعني الجزئين 4 ساعات الا حاجه بسيطه، حاجات بسيطه. دي كان سينما تاريخيه، وشوف قد ايه الفيلم كسر الدنيا، وحصل على يعني في سنه 2008 حصل على ثامن فيلم على مستوى العالم، كان افضل ثامن فيلم على مستوى العالم. في سنه 2005 حصل على المركز الثامن كأهم فيلم على مستوى العالم، وده دراما وده عمل تاريخي مهم جدا. يبقى المفروض القياس يكون على مثل هذه النوعيات، مش على النوعيات المستهلكة اللي انت بتعرضها لي طول الوقت، شغال على المخدرات، شغال على الموضوعات الاجتماعية المستهلكة.
دون طائل يعني. هي الفكره كمان كده يا استاذ كمال، ليه اللي انت في فجوه بين اللي بيعيشه المجتمع وبين اللي متعرضوا له في الدراما، فجوه كبيره جدا. بالعكس انت بدل ما تركز على اشياء ايجابيه وموجوده بتركز على حاجات سلبيه كتيره، وبتنشر ثقافه مختلفه وعادات مختلفه داخل المجتمعات وتقليد مختلف داخل المجتمع المصري للاسف الشديد. ازاي احنا نقلل من هذه الفجوه؟ ازاي بالفعل يكون في توازن بين ما يحدث في الشارع وبين ما يحدث في الدراما المصريه من اخبار ايجابيه وليس كلها يعني زي ما احنا بنشوف مخدرات ودعاره وغير ذلك للاسف الشديد وما نشهده من هذه الامور؟ ويمكن الحاجات دي مش موجوده داخل المجتمع، احنا بنصدر ثقافه كمان حتى للخارج اللي هو بيشوف المسلسلات بتسيء لينا قبل ان يعني نستثمرها في شكل ده صحيح. الاصرار على انتاج مثل هذه النوعيات للاسف برضو مسماها بالاجتماعيه وهي ليست باجتماعيه على الاطلاق. انت بتركز على العشوائيات، بتصور المجتمع المصري كانه يعني 80% منه جريمه وقتل وسرقة، في حين ان ده مش حقيقي، مش حقيقي بمنتهى العدل والانصاف والموضوعية. لانه انت عندك هامش بسيط من المجتمع العشوائي، مجتمع نشأ في ظل ظروف غير طبيعية خلال 30 سنة اللي فاتت، لكن ايضا في مجتمع متماسك وقوي. انت بتركز على هذا الهامش الضيق العشوائي او اللي انت بتسميه عشوائي، فبتعمق الفجوة اللي بينك وبين المشاهد، وبالتالي بتزيد كل يوم، لانك انت ايضا مصر على ذات النوعيات وذات المسلسلات بذات الالفاظ وبذات الكتابات وبنفس الطريقة التعبيرية اللي انا شايف انها يعني لا تمت للواقع المصري بصله، وان متت بصله فهي في جزء يعني بسيط، جزء بسيط موجود في اي مجتمع. يعني هو موجود في اي مجتمع، الجريمه موجوده في اي مجتمع، الجريمه موجوده في اي مجتمع، السلوكيات العشوائيه موجوده في اي مجتمع. لكن مش معنى كده انك تقرن العشوائيات دائما بالسلوك العام للمجتمع المصري وبالسلوك العام للفرد المصري والمجموع، هذا ظلم مبين للمجتمع. وعليك انك تنشئ، إذا أنت شايف أن هذا المجتمع موجود يا سيدي، إن أنشئ أنت مجتمع جديد نقوم هذا المجتمع، حتى نقدمه له العادات والتقاليد المناسبة، الحلول، وليس يعني نزيد من الطين بلة كما يقولون. ده صحيح. يعني الفنان القدير عبد المنعم مدبولي لما عمل مسلسل مهم جدا اتذاع في رمضان اسمه أبناء الأعزاء شكرا، واشتهر باسم بابا عبده، قد ايه ربط حافظ على تماسك الاسره المصريه، وكان بيحمل قيم ودروس مستفاده انه ما ينفعش الاسره المصريه تتفكك وانه كل تصبح جزر معزوله. بالعكس احنا في حاجه الى الالتحام، وفي حاجه ماسه جدا جدا للتماسك، وفي حاجه ماسه جدا 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 لالقاء الضوء على النقاط المضيئه والمستويات الاجتماعيه الارقى. وعندنا أطباء وعندنا مهندسين وعندنا علماء وعندنا مفكرين وعندنا مخترعين شباب. المجتمع زاخر ومليء بالطاقات الإيجابية ومليء بالمواهب. ليه أنت طول الوقت بتصدر لي هذا القبح مرة تحت بند الكوميديا؟ يعني تخلق لي تصنع لي كوميديا غثة وأيضا ركيكة، يعني ما هياش كوميديا حتى تبني ولا حتى يعني تبعث على البهجة. بالعكس انت بتفجر بهذه الكوميديا يعني المساخر وتوخز القلوب. تمام. طب لو اتكلمنا عن فكره الرقيبه او الرقاب على مثل هذه الاعمال، هناك جهات مسؤوله عن مثل هذه الاعمال الدراميه، الا تقوم بدورها؟ الا تقوم بمراجعه ما يحدث؟ الا تقوم بوقف مثلا من يتجاوز او يخدش الحياء العام او من يتناول قضايا تسيء الى مصر في نهايه المطاف؟ مش بيبقى المفترض في تنسيق بين هؤلاء المنتجين وبين هؤلاء من يقومون بدور الرقابه، ولا الموضوع الى ماذا يخضع في النهايه؟ المفروض ان المسلسل ده بيتكتب بيتم عرضه على مراحل. يعني الاول بيتكتب ويروح الرقابه، بتراجع النص، وبعد التصوير بتراجع الحلقات، وبعدين خالص بيتعرض على الشاشه، بيتعرض على الشاشه في احسن صوره ليه او الصوره الممكنه. يعني مش بنقول ان انت لازم تشدد القبضه الرقابيه على الاعمال الفنيه، احنا مش مع ده، لكن في نفس الوقت مش مع التسيب. مش معنى ان انا اقعد اتفرج على مسلسل فاشوف سباب وشتائم مقزعه ويعني خادشة للحياء، في ألفاظ خادشة للحياء بشكل حقيقي، أنا أخجل من مشاهدة مسلسل مع أسرتي وأطفالي الصغار. وأنا شفت، أنا في أول يوم رمضان عديت ثلاثة أو أربع شتائم في حلقة واحد. وشتائم ما نقدرش نقولها احنا في الشارع، لما نقولها في الشارع نتقزز ونصم اذن. ازاي انا الاشمئز منه في الشارع اعرضه على الشاشه؟
فيقول لك ده الواقع موجود. الواقع عرضه بشكل مقبول، يعني مش بقول لك جمل الواقع، لكن عندك طرق اخرى للتعبير، عندك التوريه، يعني استخدم التوريات، استخدم الاسقاطات في التعبير عن الواقع، بلاش الفجاجه، بلاش انت تتبع نفس النهج ونفس السلوك بتاع الشخصيات اللي انت بتعبر عنها. اذا كان هناك شخصيات فجاجه، اذا كان هناك شخصيات غير اخلاقيه وغير ملتزمه، فمش بالضروره انك تنقلها بحذافيرها في الشاشه. والرقابه المفروض انها اولا تكون على قدر من الحصافة، تكون حصيفة بحيث أنها تعمل تحقق المعادلة الصعبة ما بين المسموح به والذي يحقق مبدأ الحرية، حرية التعبير، وما بين الذي يحافظ على أيضا تماسك المجتمع وأخلاقه وقيم. تمام. لكن مش بدعوى انك بترفع سقف الحريه، انك تغرق السوق وتغرق الشاشات كلها بمثل هذه الاعمال الغسل. يعني احنا بالطبع احنا بنتمنى يكون في تفكير مختلف وفي يعني استراتيجيه مختلفه في التعامل مع الاعمال الاجراميه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا بشكرك استاذ كمال الفضل. شكرا جزيلا. شكرا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره، لكن فقرات هذا الصباح مستمره معكم بعد الفاصل، جوله في الاخبار الاقتصاديه مع الزميله منى القاضي. We'll be right back.